رحنا على مطعم بناكل بيتزا كاتبين اخرها هون حلال شايفين، واحنا محترمين بندور وبنخترع. لولا ادم الله يعطيه العافيه عندنا بفهم فرنسي كويس، لقينا في جامبون حلال، يمكن في كمان بورك شيء ما بعرف، جامبون هاي بالكندا مش حلال. فالمهم طبعا ببيعوا بيرة حلال، طبعا مش حلال بمزح. فالمهم بدكم تنتبهوا كمان، يلا يعطيكم العافية. وهذا المكان زاكي طعمه بس بدكم تنتبهوا.